الخير إلى العناوين. بأمر الملك، منح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة لـ200 متبرع ومتبرعة. المملكة تفوز باستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026. المياه المعبأة أم الفلاتر؟ مختص يحسم الجدل ويوضح الأفضل لصحة الجسم. مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي، والبداية كالعادة بأخبار يا هلا. صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على منح 200 متبرع ومتبرعة من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسة، سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغيا. أعلنت المجموعة رفيعة المستوى للشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال الإحصاءات لخطة التنمية المستدامة لعام 2030. أعلنت فوز المملكة ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء باستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026 في مدينة الرياض، وجاء ذلك بأغلبية الأصوات على خلفية استعراض ملفات الدول المتقدمة وإيضاح إمكانياتها في استضافة هذا المنتدى الذي يعد حدثاً عالمياً. كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن نشرة الناتج المحلي الإحصائي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثاني من عام 2024، ووفقا للتقديرات فقد شهد كل من الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نموا بنسبة 4.9% و3.6% على التوالي. الجهود الإنسانية السعودية بالأرقام بعد هذا الفاصل. أسميناها ونسميها مملكة الإنسانية، ونفخر بدورها الإنساني الذي يمتد إلى كل مكان في هذا العالم. أينما حلت الأزمات والكوارث والطوارئ، ستجد اليد السعودية مباشرة تطبب الأوجاع وتسند المحتاج وتفزع مع المتضرر. سموها عادة أو نخوة أو فطرة أو ما تشاءون، هذا الوطن لا يمن ولا يتردد ولا يتخلى، وإنما يغرس الخير حتى لمع في كل مكان وجه أخضر يشرق بالسلام. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدور الإغاثي السعودي الموجود في كل مكان على مستوى العالم منذ تأسيس المملكة حتى اليوم بلغ ما يقرب من 500 مليار ريال، 496.7 مليار ريال حجم الدعم والمساعدات الإنسانية السعودية التي قدمت إلى كل مكان. حول هذه الأرقام، حول الدور الإغاثي السعودي والإنساني، يسعدني أن ينضم إلي عبر الهاتف الآن الدكتور سامر الجطيلي المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. دكتور مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة. مساء النور سامر، فرح العفو طال عمرك، هو شرف لي أن أكون معكم أن أتحدث عن هذه الأرقام التي تشرف كل إنسان حقيقة سعودي عربي ومسلم وكل من يهتم بالعمل الإنساني وإيصال الخير للمحتاج حول العالم. طيب دكتور، يمكن شفنا الأرقام، يعني عطاء سعودي واسع جدا يشهد به كل مكان في هذا العالم. أنتم اليوم في موقع المسؤولية عن العمل الإغاثي والإنساني السعودي، كيف تعلقون على هذه الأرقام؟ حقيقة نحن يعني نقف عند هذه الأرقام وقت إجلال وتقدير وإكبار لدور المملكة العربية السعودية
يقف العالم كله حقيقة وقفة إكبار وإجلال، وتقف كذلك مؤسسات الأممية، مؤسسات الأمم المتحدة، ومؤسسات العمل الإنساني، وكذلك جمعيات حول العالم وقفة إجلال واحترام لهذه الأرقام. هذه الأرقام هي دلالة على عمل وقيمة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير في سياسة المملكة العربية السعودية، سياسة العطاء ومد يد العون للمحتاج والسعي نحو صناعة الاستقرار وكذلك تثبيت دعائم السلام حول العالم. من المشاهد هذه الأرقام تفضل. هذه الأرقام طال عمرك تعكس الحقيقة سياسة حكيمة، تعكس دور قيادة رائد وبناء حول العالم، وتعكس كذلك الحقيقة قيم ثابتة من السخاء والعطاء والبذل لمجتمع بحمد الله عز وجل كريم معطاء. جميل دكتور، من المشاهدات اللي نشوفها أن الدور الإغاثي السعودي ينطلق إلى أكثر من مكان على مستوى العالم في نفس الوقت، يعني تجد اليد السعودية هنا وهناك وفي أكثر من مكان، ويمكن المرحلة الحالية تشهد. أنتم في الداخل كيف ترتبون كل هذه الأشياء؟ كيف تتعاملون مع كل الطوارئ اللي تصير؟ بلا شك يعني إذا أخذنا التاريخ والإرث الذي تحدث عنه أستاذ مشرف في البداية، هذا الإرث الحقيقة يعني مكن من بناء خبرات وقدرات بحمد الله عز وجل، جعلت من مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية والعامل في القطاع الإنساني، الحقيقة مكنتهم من بناء خبرة بحيث يستطيعون من خلال هذه الخبرة الوصول بحمد الله عز وجل سواء إلى مناطق الكوارث، وكذلك العمل الدؤوب والدائم في سبيل دعم المجتمعات المحتاجة أو المجتمعات الهشة، حتى إذ تلك المجتمعات التي لم تدخل في حال الكارثة سواء كارثة طبيعية أو كارثة من صنع الإنسان، إلا أن هذه المجتمعات كذلك الحمد لله عز وجل تتلقى دعم موازي للدعم الذي تتلقاه المجتمعات التي تعيش حال الكارثة. نحن لدينا أولاً خبرة كافية بحمد الله عز وجل، ولعل قبل الخبرة بدينا دعم وعطاء وسخاء من قيادة رشيدة تقف وراء هذا العمل. الثاني هو الحقيقة أن جميع الجهات بتوجيهات من سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين تقف صفا واحدا وفريقا متناسقا في حال هذه الأزمات والكوارث لتصنع عملا متميزا رائدا من التدخل الإنساني في حالات الكوارث. الأمر الثالث أن مركز الملك سلمان كون شراكات على مستوى العالم، وهذا ما يميز المملكة العربية السعودية في شتى النواحي، أنها دولة منفتحة تمد يدها لكل شريك يريد أن يصنع الحقيقة خيرا ويريد أن يقدم مساعدة للمحتاج. لدينا 171 شريكا حول العالم، لذلك استطعنا من خلال هذه الشراكات بحمد الله عز وجل أن نصل إلى ما إجمالي حتى الآن 102 دولة حول العالم. لكن أريد أن أذكر هنا أن العمل الإنساني والإغاثي السعودي والتنموي وصل إلى 171 دولة منذ 40 سنة، خلال 40 سنة الماضية. نعم. وصلت المملكة العربية السعودية إلى 171 دولة، 72 دولة حول العالم. إذا تسمح لي دكتور، إذا تسمح لي نعيد الرقم، كم عدد الدول اللي وصلها الدور الإنساني والإغاثي السعودي حتى الآن؟ خلال الأربعين سنة الماضية قدمت المملكة العربية السعودية ما إجمالية 132 مليار دولار أمريكي، وهم ما تفضلتم به بحوالي نصف تريليون ريال سعودي، وغطت هذه المساعدات 171 دولة حول العالم. نفذ من خلال تقريبا 7131 مشروعا إنسانيا وإغاثيا وتنمويا. وهنا لابد أن أركز على نقطة مهمة جدا، أن النسبة الكبيرة من هذه المشاريع كانت تنموية بامتياز. هنا لنا يعني الحق أن نفتخر أن لا نتدخل ولا نكون نحن يعني فترة عابرة في عمر الأزمة أو الكارثة، إنما نحن ندخل لنصنع نتائج ونترك أثر ونساهم في التنمية المستدامة وتخدمة الأهداف التنمية المستدامة حول العالم.
جميل، إلى أي مدى يعني ترى قيمة الشراكات اللي عملت ما شاء الله، احنا نتكلم على 171 شريكا حول العالم في تسهيل العمل الإغاثي والتواصل، خاصة في المناطق اللي يكون الوصول لها أحيانا في وقت الكوارث صعب؟ هذا صحيح تماما، يعني أنت أستاذ مفرح لخصت الجواب في العبارة الأخيرة، الوصول. قد تملك قدرات كبيرة جدا، تملك مساعدات، لكن الوصول والوصول السريع للمحتاج. الشراكات هذه طبعا بتختصر الزمن وتختصر المسافة بينك وبين المحتاج. هذه الشراكات هي حقيقة تستطيع أن تعبر عنها بأنها فروع لمركز الملك سلمان إذا صح التعبير، يستطيع من خلال شراكة متقنة مبنية على معالم واضحة وباحترافية أن يوصل المساعدات وفق منظومة رقابة وتقييم عالية جدا. من خلال استطعنا أن نصل كل أماكن اليمن، سواء أماكن سيطرة الحوثيين أو أماكن سيطرة الشرعية. من خلال استطعنا أن نصل إلى داخل غزة، من خلال توقيع عدد من الشراكات الكبيرة اللي ما زالت تعمل إلى الآن حتى مع إغلاق معبر رفح. هذه الشراكات الآن اللي بلغت تقريبا قيمتها 100 مليون دولار أمريكي، مع المنظمات، مع غوث، مع برنامج الغذاء العالمي، مع منظمة الصحة العالمية، مع الهلال الأحمر الفلسطيني، مع الأحمر، كل هذه الشراكات تعمل الآن مع أن المعبر مغلق. بالإضافة لما إذا سمحت لي دكتور، 100 مليون دولار اللي لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، هذه فقط من خلال الشراكات. أما غيرها فكانت عبارة عن 54 طائرة جسر جوي انطلق إلى مطار العريش، تحولت الحملة الشعبية التي وجه بها سيدي خادم الحرمين الشريفين لمساعدة الأشقة، والتي كانت وتشرفت بتبرع سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين بسخاء، وكذلك سخاء المجتمع الذي قدم حوالي 700 مليون ريال، تحولت بحمد الله عز وجل إلى 52 طائرة، وكذلك 8 بواخر، وكذلك بحمد الله عز وجل إلى إنزال جوي ما زال مستمر حتى اللحظة يغطي سماء غزة بالمساعدات لمحاولة كسر الحصار وإيصال المساعدات للمحتاجين على الأرض. والله جهود عظيمة جدا يا دكتور، الله يزيدها وتبقى وتستمر بإذن الله. دكتور، شاهدنا أيضا انتشار الخدمات الصحية، العمليات الجراحية سواء البسيطة أو المعقدة اللي أجريت في أكثر من مكان لمجموعة من المتضررين والمحتاجين، ودي نلقي الضوء قليلا على هذه الفكرة أو على هذه الخدمة الإنسانية اللي قدمت. الله يسعدك فرح، يعني هذا محور أنا أقول لحق، وهنا يعني يقف الإنسان عاجزا عن الشكر حقيقة لله عز وجل أولا، ثم لهذا الشعب المعطاء. هذه هي أيدي التطوع والمتطوعين الذين بلغ عددهم حوالي 62 ألف سجلوا في منصة التطوع خارج مركز الملك سلمان. ما الذي قدموه حتى الآن خلال 4 سنوات؟ التطوع وصل إلى مشاريع وصلت إلى 47 دولة، قدموا ما إجمالية تقريبا حوالي 180 ألف عملية جراحية متقدمة، جراحة قلب، جراحات العيون، جراحات المفاصل، جراحات العظام، الجراحات التجميلية، زراعة القوقعة وتأهيل التخاط والسمع. هؤلاء طال عمرك أفادوا حتى الآن حوالي 1,800,000 محتاج حول العالم، يحملون راية المملكة العربية السعودية. هنا ثلاثة مشاريع الحقيقة هي عبارة عن معلم أو معالم حقيقة لعطاء التطوع وأثر التطوع وقيمة التطوع الذي ترجمته المملكة العربية السعودية من خلال هذه البرامج. برنامج نور السعودية لعلاج أمراض العيون وأمراض العمى، في كل حملة تنطلق، ولدينا كل يوم حملة، كل يوم من أيام السنة لدينا حملة تنطلق إلى دولة من الدول. أرقام عظيمة والله يا دكتور، يعني الآن هؤلاء اللي قدموا العمليات الجراحية كلهم سجلوا من خلال منصة التطوع وهم يقدمونها بشكل تطوعي على مستوى العالم؟ نعم طالما، وهذا النموذج أقول هؤلاء يا أبائي فاجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا دير المجامع. هؤلاء بنوا نموذج للعطاء فريد، وإذا كان التطوع عنوان فهو عنوان هو المملكة العربية السعودية وهذا المجتمع وأبناء هذا الوطن.
لدينا برنامج الآن أكبر برنامج على مستوى العالم في زراعة القوقعة وتأهيل الأطفال للتخاطب. تخيل طفل لا يعرف إلا الصمت وإنسان معاق بكل المعايير، لا يستطيع لا يتعلم ولا يستطيع أنه يشارك ولا ينفع نفسه، يتحول خلال يعني عملية جراحية تأخذ نصف ساعة ثم تبدأ عملية التأهيل، إنسان يبدأ يرجع إنسان طبيعي. بالأمس أستاذ مفرح، بالأمس ضربنا رقما قياسيا يسجل على مستوى العالم، يوم واحد زرعنا 30 قوقعة ما شاء الله في الحدود مع تركيا وسوريا، وهو إنجاز لم يحدث في عمر زراعة القواقع. نحن الآن هذا البرنامج هو الأكبر على مستوى العالم في زراعة القواقع. خلنا نعيد المعلومة لأنه من حقنا نحتفي فيها يا دكتور. الرقم هذا سجل متى؟ أمس؟ أمس، بالأمس. بالأمس في على الحدود التركية السورية. إيه. أخت في يوم واحد. وقرروا الزملاء أن يحطموا الرقم ويصنعوا رقما جديدا. هذه 30 قوقعة زرعت في 30 طفل خلال يوم واحد. هذه العمليات أحيانا تأخذ شهر أو شهرين في المراكز أو أكثر، حتى أن أحدهم كان يقول والله يا أخي سنة نحتاج حتى نزرع 30 قوقعة. هذا البرنامج يستهدف 940 طفل، يسوين يستهدفهم من الداخل السوري، من أطفال الأتراك المحتاجين، الأطفال في غزة لهم برنامج الآن في الأردن، المقيمين السوريين في الأردن، المقيمين وكذلك الأشقاء في المجتمع المضيف، كل هؤلاء يستهدفهم هذا البرنامج. هذا البرنامج الذي غير الحقيقة، يعني أخرج مئات الأطفال من الصمم، من السمع، من الموت إلى الحياة من جديد، وأسمينا سمع السعودية. لدينا الآن لدينا نور السعودية، وهو برامج جراحات العيون. في كل حملة يبصر 400 شخص يعود لهم البصر من جديد. في كل حملة يعالج حوالي 5000 شخص يتلقون العلاجات المختلفة في كل حملة للبصر، وكل بحمد الله عز وجل الحملة تستغرق حوالي 7 أيام. كم تكلفنا الحملة؟ 340,000 ريال فقط، تخيل. وهذه بحمد الله عز وجل كلها من أموال المتبرعين الذين يقفون دائما مع البرامج الخيرة التي يطلقها مركز المكسيمان. نور السعودية، سمع السعودية لزراعة القواقع، وأيضا نبض الحياة، نبض السعودية الذي أسس لمراكز متقدمة في جراحة القلب بحمد الله عز وجل. خلال سنتين أجرينا 30,000 عملية جراحية متقدمة قصرة وجراحة قلب مفتوح في اليمن لوحدها، ونشرنا هذه بحمد الله عز وجل هذه الجراحات حول العالم. يدور أبناء المملكة العربية السعودية، هؤلاء الذين استثمرت بهم وأصبحوا روادا بحمد الله عز وجل، يجوبون العالم لا للسياحة ولا للتمتع بالمناظر، لكنهم لما هو أسمى وأرقى وأعلى، ألا هو تقديم العون ومد يد المساعدة للمحتاج في تخصصات دقيقة لا يمكن أن يجدها المحتاج. وهنا يتوج هذا العمل بجراحة فصل التوائم وبرنامج السعودي لفصل التوائم المتصفة. هذا البرنامج الذي هو عنوان لعطاء مستمر في جراحة دقيقة وبأيدي مهرة من أفضل الأطباء الموجودين على مستوى العالم في هذه الجراحة. 141 توأم تم الكشف عليهم، و 61 توأم سيام منتصف تم فصلهم بنجاح من 27 دولة. هؤلاء هم أبناء المملكة العربية السعودية، الآن أصبحوا شبابا وشابات بحمد الله عز وجل، يحملون العرفان والوفاء لهذا البلد المطاع، لقيادة هذا البلد الذين منحتهم الحياة من جديد، والذين أعطتهم أملا بأن يكونوا طبيعيين يستطيعوا أن يمارسوا حياتهم كأي إنسان طبيعي وبأيدي أبناء هذا الوطن.
أرقام عظيمة جدا يا دكتور، والله الواحد ما يملك أمامها إلا أنه يفخر ويعتز يعني بهذا الدور الإنساني العظيم اللي تقدمه المملكة. قبل ما أنهي معك هذا الاتصال الجميل والمبشر والرائع والمبهج للنفس حقيقة، أترك لك مساحة أخيرة تقول فيها ما تشاء لمن تشاء. أولا يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله، الشكر لهذه للقيادة لخادم الحرمين الشريفين علم من أعلام العمل الإنساني، وآثاره وأعماله الحقيقة تعجز أن تحيط بها المجلدات، منذ أيام البوسنة والهرسك، منذ أيام فلسطين، منذ أزمة 48 تقريبا، أعمال جليلة الحقيقة تتوزع على أنحاء العالم. هو الآن من شرفنا بأن يضع اسمه على هذا المركز، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ولعهده الأمين الذي يتابع ويدعم بسخاء وعطاء هذه الأعمال. ثم لحقيقة لهذا المجتمع الذي يعجز الإنسان عن وصفه إذا أراد أن يصف العطاء والسخاء والبذل وحب الخير، هؤلاء كلهم يقفون وراء هذه الأعمال الجديدة داعمين دون انقطاع ودون كلل أو ملل بحمد الله عز وجل. الشكر لكم أنتم الذين أوصلتم رسالتنا بحمد الله عز وجل إلى المجتمع وإلى المجتمعات وإلى كل من يهتم بعمل الخير حول العالم. المملكة العربية السعودية هي عنوان العطاء والبذل والسخاء بأيد ممتدة لأجل إسعاف الإنسان أينما كان، أملاً بأن يرسخ الاستقرار في المجتمعات ووصولاً بإذن الله عز وجل لكي يعم السلام حول العالم. الحمد لله دكتور سامر الجطيلي، شكرا جزيلا لك ولهذا الحضور المشرق معنا حقيقة في يا هلا. يعني بعد كل هذه الأرقام اللي سمعناها، بعد كل هذه الإحصاءات، بعد كل هذا الدور العظيم اللي تقدمه المملكة السعودية العربية السعودية في كل مكان على مستوى العالم، يجب أنه يعني نضع عنوان عريض أنه مملكة الإنسانية بالفعل تصل أيديها البيضاء إلى كل مكان. قبل ما نروح للفاصل بس أعيد وأكرر على المعلومة اللي ذكرها الدكتور سامر في الاتصال، سجلوا عندكم السبت 7 سبتمبر سجلت المملكة العربية السعودية رقما قياسيا في العمل الإنساني بزراعة 30 قوقعة سمعية في يوم واحد ل30 طفلا استطاعوا أن يستعيدوا السمع وأن يمارسوا حياتهم بحاسة السمع بشكل طبيعي جدا. الله يديم الخير ويديم المحبة ويديم الإنسانية ويحفظ قيادة هذا البلد اللي تدعم بسخاء منقطع النظير كل أعمال الخير والإنسانية في العالم، ولولا محبة في جوانحه ما أصبح الإنسان إنسانا. فاصل. حياكم الله مجددا في أهلا. جدل قديم متجدد يدور دائما في مواقع التواصل وفي غيرها حول مدى أمان وصحية المياه اليوم، المياه المعبأة، استخدام الفلاتر الموجودة، المياه المعدنية، وين الأكثر صحة، وين الأكثر أمانا، الكلام اللي جالسين نسمعه عن معادن زائدة، عن صوديوم ناقص، عن صوديوم طالع. هذا الجدل يختفي فجأة ويطلع ويختفي ويطلع. اليوم حبينا في أهلا أنه نحط آراء حاسمة في مثل هذا الموضوع مع المتخصصين في مثل هذا الشأن. مع اليوم في الاستوديو المختص في الأغذية والتغذية المهندس وليد السعيد. ليش المهندس وليد؟ لأنه يملك تخصص في حاجة اسمها هندسة أغذية، بنتكلم عنها ونشرح تفاصيلها اليوم. مهندس مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة. مساء النور، شكرا لك وشكرا للمشاهدين الكرام. أول شيء علشان نشيل الفضول، لأنه أنا واحد من الناس اللي كان عنده فضول عالي جدا لما قرأت تخصصك شهاداتك. جميل. أنت من جامعة دبلن أخذت تخصص الهندسة أغذية. صحيح. قل لنا وش هو هندسة الأغذية قبل ما ندخل بقية الموضوعات. طبعا لما أتكلم عن هندسة الأغذية هو التخصص هندسي يختص أو يعنى بدراسة الغذاء بشكل عام أو هندسة الغذاء. لما نتكلم عن هندسة الغذاء اللي هي من كون الغذاء مادة خام لين توصل للمستهلك، يعني
جميع أنواع الأغذية عبارة عن مواد خام يطرأ عليها مثلاً بروسيس معين أو خطوط تمر على خطوط إنتاج، تتعرض للحرارة، تتعرض لإضافات معينة لين فترة التغليف والحفظ والنقل حتى توصل للمستهلك. تخصص هندسة الأغذية يعني يدرس له كيف أنا أتعامل مع المواد الخام لين أطلع بالمادة الغذائية هذه وأوصل فيها للمستهلك بمكوناتها، بطريقة نقلها، تصنيعها، كل شيء، كل شيء بسلامتها، طريقة حفظها، كيف ممكن أتعامل معها، كيف أنا أقدر أطلع بغذاء يستوفي مثلاً مواصفة معينة أو متطلب معين. كيف مثلاً خلنا نعطي مثال أغذية الرضع مثلاً. أغذية الرضع تحتاج يعني بروسيس معين، تحتاج إضافات معينة، يعني مو أي مكون أنا ممكن أضيفه مثلاً لحليب الرضع، لازم أمشي على مواصفة معينة بحيث أني أعطي كل الاحتياجات هذه للطفل. طيب أنتم تدرسون هذا التخصص من جانب هندسي ولا من جانب طبي؟ من جانب هندسي طبي. يعني هندسي يختص بإيش؟ خطوط الإنتاج، الطريقة. نعم، نقول هندسي صحي وليس هندسي طبي. هندسي صحي. نعم. الهندسي اللي هو جانب الآلية والتصنيع. كيف طريقة التعامل مع المواد الخام؟ والصحي من جانب المواد المستخدمة. صحيح. هل هي آمنة؟ هل هي فيها ضرر على المستهلك؟ كيف مثلاً أطلع بغذاء صحي معين؟ كيف أطلع بغذاء عضوي؟ كل الاشتراطات هذه يعلى فيها التخصص. عظيم. إذا بنستفيد منك بصراحة في أكثر من مادة غذائية، بس خلنا نخلص موضوع الماء الآن. الماء يا مهندس، الآن هناك من يقول إنه استخدام الفلاتر اللي شائعة اليوم مباشرة من المياه الشرب هي الأفضل، وفي اللي يقول لا إنه المياه المعبأة هي الأفضل والأكثر أمانا وصحة. نعم. كيف تفسر لنا هذا الموضوع بتفاصيله؟ هو طبعاً إحنا أول شيء لما نتكلم عن المياه الشبكة أو اللي تيجي عن طريق شركة المياه، خلنا نتكلم عن جودتها كمياه، هل هي آمنة أو لا. طبعاً كجودة تعتبر من أجود أنواع المياه على مستوى العالم. إحنا لما نتكلم على مستوى العالم، مو أي شخص في الكرة الأرضية أو في العالم يحصل على مياه آمنة أو موية صحية. أعداد كبيرة في العالم ما يقدر يحصل على الموية هذه أو الموية أنها تكون آمنة بحيث أنها ما فيها ضرر. يعني إحنا لما نتكلم عن أعداد كبيرة في العالم، عن خلينا نقول يمكن أكثر من مليار شخص ممكن ما يحصل على مياه نظيفة أو مياه آمنة. مياه لما إحنا لازم نعرف الفرق بين المياه المعبأة أو المياه المعدنية أو مياه الشبكة اللي تجي للبيوت. وخل نأكد على نقطة أنه مو كل البيوت يجيها مياه الشبكة. يعني يمكن شركة مشكورة يمكن غطت منطقة الرياض كاملة، يمكن في مناطق مدن بعض المدن يجيها وبعض المدن لا. يعني المفروض أن المستهلك يتأكد من الشركة هل أنه الموية اللي يحصل عليها هذه من الشركة آمنة أو لا، أو أنها مياه حلوة. عفوا، يعني مياه الشبكة السعودية، مياه التحلية السعودية. نعم. هي من أجود إن لم تكن الأجود على مستوى العالم. صحيح. احنا ترى هذا بناء على إيش؟ بناء على طريقة التحلية. احنا في السعودية ترى نستخدم تحلية المياه أكثر من 100 سنة لنا. يعني عظيم. يعني احنا يمكن من عام 1907 واحنا نستخدم تحلية المياه، نعتبر خبراء في المجال هذا الحمد لله. يمكن الكميات اللي تضخ أو اللي تحلى في السعودية كميات جدا ضخمة. يعني نعم، ترى على مستوى العالم احنا رقم واحد. نعم. لأنه صحيح. إلى وقت قريب ما أعرف إذا الرقم زاد، وحنا نحلي 1,000,000 متر مكعب بشكل. نعم. يومي. نعم. إنتاجنا من المياه المحلاة. صحيح. يوميا، وهذا يضعنا الأوائل على مستوى العالم. لكن فكرة الجودة حقيقة. نعم. جديدة وأعجبت. نعم. هو وإننا نأخذ المعلومة من مختص. جميل. احنا خلينا نتكلم عن جودة المياه أو جودة المياه المعبأة. إذا احنا بنتكلم عن المياه المعبأة اللي تحصل عليها من السوبر ماركت، هذه تعتبر تصنف كمياه معبأة لها مواصفة خاصة، غير المواصفة الخاصة مثلا بمياه الشرب، غير المواصفة الخاصة بالمياه المعدنية. لما نتكلم عن المياه المعدنية، يمكن خير مثال نذكره على المياه المعدنية اللي هي موية زمزم. موية زمزم تعتبر غنية بالمعادن. وعشان بس في نقطة مهمة لازم نفرق ما بين، يعني يمكن الدارج عند الناس انه الاملاح، لما يجي يقول لك نسبه الملح، هو ما هو ملح اللي موجود، هي عباره عن معادن واملاح. المعادن والاملاح هذه ضروريه للجسم. يعني انا المفروض اني اخذ المويه هذه
موجود فيها الأملاح هذه علشان وظائف الجسم، الوظائف الحيوية، وظائف القلب، الرئتين تحتاج الموية، موجود فيها نسبة. معليش فسر لنا كيف ما هو ملح بس أملاح؟ أنا أتكلم أنه مثلا لما أتكلم عن طبيعة وماهية الأملاح هذه اللي تسمى مجازا أملاح، هي تسمى المواد الصلبة الذائبة سواء كانت أملاح أو غير أملاح. لما أتكلم عن صوديوم يسمى أملاح أو معادن، لما أتكلم عن يوجد فيها كالسيوم، مغنيسيوم، حديد، هذه كلها مفيدة للوظائف الحيوية داخل الجسم. فبالتالي مصطلح أملاح مصطلح عامي وليس مصطلح علمي. طيب اليوم لما شركة معينة تعلن أنه يعني من ضمن التشويق اللي تسويه أو جذب العميل أنه أنا أقل صوديوم، يعني هذه لها وجه علمي معين ولا هي تسويق يعني غير حقيقي؟ هو خلينا نتفق أول شيء أنه يمنع من هيئة الغذاء والدواء ذكر أنه الموية هذه قليلة الصوديوم أو عديمة الصوديوم. لما تيجي تتكلم أنه تقول المنتج هذا الموية هذه ما فيها صوديوم صحياً مو كويسة، لازم يكون فيها نسبة صوديوم. طيب كم نسبة الصوديوم اللي موجودة؟ يعني هيئة الغذاء أو المواصفة حطت حد أعلى ما حطت حد أدنى، بمعنى هل أنه أنا لما أشرب الموية، يعني أنت عشان تحصل على جرام صوديوم يمكن تحتاج تشرب خزان، فما في شخص يشرب خزان يومياً. يعني هذه كلها عبارات تسويقية. طبعاً هيئة الغذاء والدواء مشكورة منعت العبارات هذه. طيب سؤال مباشر، هل هناك وجه علمي يقول إنه المياه الأقل صوديوم أفضل والأكثر أبداً صوديوم أبداً أضر؟ أبداً. هو أساساً الصوديوم اللي موجود نسبته قليلة جداً، الموية ما تعتبر مصدر للصوديوم. لكن لما تيجي تقول لي مثلاً أكل شيبس مثلاً نسبة الملح فيه عالية، هنا أقول لك ممكن، هنا أنت لازم تشوف هل هو كم أخذت حصلت على الصوديوم. لو تكلمنا عن قطعة خبز كم موجود فيها ملح، هنا تشوف مصدر الصوديوم. طيب علشان نكون واضحين في إغلاق هذا الملف، جميل، تسويق فكرة الصوديوم هو عبارة عن خداع أو وهم أو آسف على التعبير كذبة تسويقية لا وجود لها، هو ادعاء تغذوي غير صحيح. طيب واضح يعني، ويمنع تداوله، ولا يعني المفروض أنه أي شخص يلقى العبارات هذه يبلغ هيئة الغذاء والدواء. نعم. طيب نرجع للنقطة اللي ذكرتها قبل شوي، مياه الشبكة شرحتها وشرحت جودتها ومدى أمانها. نعم. اشرح لنا المعدنية والمعبأ الآن، وش الفرق بين الثلاث في الجودة؟ طبعا الموية المعبأة غير الموية المعدنية كلاهما آمن. طيب. لكن احنا لما نقول مياه معدنية معناته نسبة المعادن فيها أعلى. كم نسبة المواد الصلبة الذائبة المفروض تكون بالمياه المعبأة؟ المفروض أنها حسب المواصفة تكون من 100 ميلي جرام إلى 500، الحد الأدنى 100 والحد الأعلى 500. لكن لما نتكلم عن المياه المعدنية عبارة عن تقريبا من 50 إلى 1500. لما نتكلم على 1500 يعني عدد كبير، تعتبر لها مواصفة خاصة. المعادن اللي موجودة في الموية هذه تعتبر صحية. كيف طريقة تصنيع المياه المعبأة؟ المياه المعبأة تستخرج من الآبار أو من أي مصدر، ممكن تأخذ من بحيرات whatever، يعني أي مكان مصدر. غالباً إحنا لما نتكلم هنا بالسعودية غالباً تكون من آبار، اللي هي إيش؟ المياه المعبأة. طيب ينزع منها المعادن والأملاح اللي موجودة كاملة لين تصير صفر، بمعنى زي المويه المقطرة، إذا تعرف المويه المقطرة اللي خالية من الأملاح. بعدين يضاف لها النسبة اللي مطابقة للمواصفة، بمعنى وغالبا الشركات تروح للحد الأدنى عشان خلينا نقول حلاوة الطعام أو الاستساغة. طيب بينما المياه المعدنية تأخذ زي ما هي نفسها، ما ينزع منها، حسب نسبتها تنقى وتعبى وتباع. طيب اليوم اللي ياخذ قارورة مكتوب عليها مياه معبأة عادية أو مياه معدنية، نعم تمام، نعم، هل في فرق في الاستخدام صحيا؟ يعني انتوا تقولون لا انت ما تحتاج تاخذ معدنيه، خذ معبأة عاديه، ولا ما فيها فرق؟ هو المعدنيه صحيا انك حصلت على المعادن هذه بكميه اكبر. خلنا نعطي مثال الكالسيوم، تحتوي مثلا بعض المياه المعدنيه تحتوي على نسبه كالسيوم اعلى من المياه المعبأة. لما نتكلم عن المغنيسيوم مثلا، هذه كلها مكونات يحتاجها الجسم يوميا. قد أنت ما تحصل على الكالسيوم مثلا، شخص ما يشرب حليب مثلا أو ما يأخذ مصادر الكالسيوم من مصادره، لكن بينما إذا أخذ المياه المعدنية هذه
ممكن تعطيه احتياج. طيب حسب كلامك إذا بنرتبها وصحح لي، مياه الشبكة أجود أولاً، لا المعدنية ثانياً، المعبأة ثالثاً. لا هو مو خلينا ما نقول أجود، هي كلها آمنة. إيه؟ لكن لما نجي نتكلم كمياه معدنية يمكن عشان نسبة المعادن فيها أعلى، نسبة الكالسيوم هذه مو موجودة في مياه الشبكة، لكن مثلاً تلقاها مثلاً موية زمزم مثلاً، تلقى نسبة المعادن. طيب أنا بأخذ موية زمزم في محور مستقل. جميل. بس الآن برجع لك لسؤالي الأول، الآن موية الشبكة أو ماء الشبكة في إشكالية أن الواحد يأخذه مباشرة ولا لازم موضوع الفلتر علشان الخزان المواصير كل الأشياء هو هذه؟ أول شيء لازم يكون الخزان بداية إنشاء الخزانات والتمديدات تكون صالحة للموية هذه، بمعنى له اشتراطات خاصة. يعني مثلا أنه يكون الخزان لازم يكون له عازل معين، المواصير تكون مناسبة لنقل الموية، في بعض المواصير لا غير مناسبة تكون عرضة للصدى وكذا، في مواصير أنواع معينة خاصة المفروض أنها تستخدم، المفروض أن يكون الدائرة كاملة مغلقة، ما فيه يعني مثلا يكون الغطاء كويس، يعني ما يكون فيه أي تسريب بحيث أنه أضمن أنه ما يحدث أي تلوث. طيب والفلاتر أنت مع استخدامها ولا لا؟ أو الفلاتر وش الهدف منها؟ إذا أنا أساساً حصلت على موية نقية ما فيها شيء، ليه أستخدم الفلتر؟ على العكس إنه بعض الفلاتر تنتزع نسبة المواد الصلبة هذه اللي هي ضرورية، يعطيك إياها قريب من الموية المقطرة، في بعض الناس ما يعرف. أنت لما تيجي تركب فلتر، الفلتر ما في مشكلة، أنت ممكن تركب، يعني هي في أنواع فلاتر قال لك إنه الفلتر المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، المرحلة، ويحط لك يعني كذا جهاز، وأنه المفروض أنك تأخذ هذا لأنه يمر بالمرحلة هذه تنقية من الشوائب، هذه تنقية من، أنت أساساً إذا استخدمت الإجراءات الصحية الصحيحة ما أنت بحاجة هذه كلها. ممكن في الفلتر البسيط هذا اللي يسمى الفلتر الخزفي اللي يركب مثلاً على في المطبخ أو كذا، يكون لضمان أنه لو حصل فيه شوائب أو كذا، ويكون فيه زي الشمع الداخلية هذه تغير كل شهر، يمكن قيمتها 10 ريال أو 15 ريال. لحظة، هذا بصراحة كلام مهم. نعم. وسامحني بين قوسين يلخبط شوي. لا أبدا. الآن طبعا. أنت تقول أنه الفلاتر قد يكون وجودها مضر، بمعنى أنه الماء أصلاً موجود بشكل وبمعادن جيدة والفلاتر تقلل. نعم. منها موزون. وتفقد بعض قيمتها الغذائية. صحيح، الموية اللي تجي من الشبكة مياه موزونة آمنة صحية، قد تكون أفضل من المياه المعبأة جودة. المياه اللي تجي من الشبكة، أنا المفروض أني أحصل أو المفروض أنه التمديدات عندي والخزانات تكون سليمة تماماً وصالحة للمياه الشرب. في بعض الناس قد يكون البيت قديم وصار عليه مشاكل الخزان أو كذا، ممكن تأخذ أنت خط مباشر من المياه الشبكة مثلا للمطبخ تخصصه للشرب والطبخ، يعني ما أنت بحاجة. طيب لا، اللي مثلا خايف أنه مثلا في بعض الأتربة، في بعض الشوائف، عشان كذا جاب الفلتر، أنت وش تقول له؟ استخدامه صحيح ولا سيء؟ لا، إذا أنا ضمنت سويت الدائرة حقتي مغلقة ما أحتاج الفلتر، لكن احنا نقول في الفلتر البسيط. إيش معنى دائرة مغلقة؟ خلي الناس تفهم. يعني دائرة مغلقة بمعنى أنه الخزان الأرضي عندي في البيت اللي يستقبل الموية لازم يكون مصمم بحيث أنه معزول، ما في شيء يتعرض له داخليا، ويكون مغلق تماما، ما في شيء ممكن يتسرب للداخل. التمديدات اللي توصل للخزان العلوي لازم تكون برضو سليمة، خالية من الصدى، خالية من الشوائب، وفي أنواع معينة خاصة للمياه الشرب. الخزان العلوي برضو لازم يكون نفس الشيء، مغلق غير مفتوح. أنواع معينة من التمديدات ولا الخزانات؟ لا، التمديدات. يعني أنت تروح المحل السباكة تقول له أنا أبغى التمديدات اللي خاصة بمياه الشرب. صحيح، نعم. ميزتها إيش؟ هي في موجودة اللي هي اللي يسمونها الحراري أو هذه خاصة أو مناسبة وملائمة لملامسة الموية، بحيث أنه إذا مر عليها الموية ما يتأثر الموية، ما تصاب هي بالصدى، فتعتبر آمنة. وصول الموية هذه إذا وصلتها أنا بالطريقة هذه أبداً ما أحتاج أي فلتر نهائياً أبداً، بل أنه وجود الفلتر حسب كلامك ممكن يقلل من قيمة الماء الغذائية. أنا شخصياً وقفت على فلاتر الأصدقاء وكذا،
لما فحصنا الموية لقينا نسبة المواد الذائبة الأملاح يمكن تكاد تكون 0.5. هذا يعتبر رقم سيء، كأنه بيشرب، كان الشخص يشرب موية مقطرة. والله والله المهندس ترى هذا نعم. كلام مفاجئ. لا ابدا، يعني احنا اللي غير المتخصصين ما نعرفه. احنا دائما عندنا اعتقاد نعم. انه الفلاتر تنقي وتصفي نعم. وتعطيني مويه جيده. اليوم انت جاي، اسف على التعبير، تصدمنا بمثل هذه المعلومه. لا ابدا، هو الان انت بتضيف، انت المويه جايتك سليمه امنه موزونه الاملاح، انت ما انت محتاج لتصفيتها. انت الفلتر هذا في بعض الفلاتر تنتزع الاملاح اللي موجوده والمعادن اللي هي ضروريه لازم تكون موجوده. طيب لو احد يسمعنا اليوم من اللي جالسين يستخدمون فلاتر واللي عنده قلق انه قد يكون في الخزان او في التمديدات بعض الشوائب، ايش تقول له علشان يبطل استخدام الفلتر مثلا ويرجع؟ لازم يرجع من جديد يسلك كل حاجه ولا بس يشيك عليها ولا ايش؟ انا زي ما قلت لك، انا ممكن اخذ لي خط مباشر إيه؟ من مياه الشبكة بحيث أنه ما يمر على خزانات أبداً. هذه تجي؟ إذا أي نعم، أنا أقدر أخذ لي خط مباشر إيه؟ إذا الخزان الأرضي عندي مثلاً في مشكلة، في تلوث أو في إيه؟ صدى أو في شوائب، أوكي أنا ممكن أستغني عنه، أو أنه يكون الخط مباشر إلى خزان علوي بحيث أني أخذ لي خزان مثلاً سعة معينة بحيث أنه الموية تيجي على الخزان هذا، وخط مباشر يكون للمطبخ واستخدم الموية هذه شرب وطبخ. أنا كلام مهم جدا يدعو إلى كثير من التأمل بصراحة. لا أبدا، أنا أستغرب من الشخص اللي يروح للمياه المعبأة ايه؟ وعنده الموية هذه. في ناس ما توصل الموية هذه، يعني أنت جايك موية جودتها عالية ويعني الحكومة يعني مشكورة وفرت لك جودة موية جدا عالية، أنا ليش أروح المياه المعبأة؟ يعني أنت بالسنة كم تدفع على الموية المعبأة؟ أنت بربع القيمة السنوية، مو بحقة عمرك كله إيه؟ ممكن تسوي لك خزان وخلصنا. طيب يعني والله يعني تحية يعني للمؤسسة العامة لتحلية المياه، يعني نعم. مصادقة نعم. على هذا الكلام. طيب في طرح عجيب مرة شفته وتصحح لي علميا. جميل. يقال إنه وجود بعض الشوائب في الماء قد يكون صحي وليس مضر، لأنه هو اللي يحفز الكلى على أنها تشتغل وتصفي. هذا له وجه علمي ولا غلط بالكامل؟ أبداً غلط أكيد. وجود الشوائب هذا يعني الموية تلوثت، يعني إحنا ما نقدر لا بنسبة قليلة ولا بنسبة عالية أبداً. هو عندنا اللي نتكلم عنه اللي هو عشر الماء اللي بعض اللي تحس انه هي نسبه المواد الصلبه إيه؟ كل ما زاد عسر الماء عندي. طيب باقي معي 3 دقائق بخصصها لماء زمزم، تفضل. المويه زمزم طبعا تصنف كمويه معدنيه. مويه معدنيه، احنا قلنا المياه المعدنيه نسبه المعادن فيها من 50 الى 1500 حسب المواصفه الخليجيه اللي وضعتها هيئه الغذاء والدواء. المعادن اللي موجودة فيها عالية، يمكن في بعض المتخصصين وكذا ذهبوا إنه حصولك على المعادن هذه من موية زمزم كفيلة أنها تغنيك عن بعض الخضروات والفواكه. نعم صحيا إلى يعني هذه الدرجة. نعم جميل. لأنه النقطة المهمة في موية زمزم أنها تستخرج زي ما هي وتعبى زي ما هي، بمعنى أنه إحنا قلنا بالمياه المعبأة تنزع المواد الصلبة وبعدين تضاف من جديد، يعني مرت على عملية تصنيع. بالنسبة لمياه زمزم تستخرج فقط، تمر على أشعة فوق البنفسجية لضمان أنه لو في ميكروبات أو شيء تقتل وتعبأ زي ما هي. مقارنة بالمياه المعدنية اللي موجودة بالسوق، مياه زمزم تعتبر جدا رخيصة، قيمتها المفروض أعلى من كذا بكثير. يعني قيمتها الغذائية، كلمني عن قيمتها الغذائية. نعم نعم، أنا أقول لك لو في موية بنفس القيمة الغذائية اللي موجودة في موية زمزم تحصلها أنت، يمكن لو تروح بعض السوبر ماركت المياه المعدنية تحصل 200 ملي بثلاثة أربعة ريال، 200 ملي فقط ثلاثة أربعة ريال. قال لك ليه؟ هذه طالعة من مثلا من ينابيع كذا، هذه موية معدنية فيها كذا. لكن بالمقارنة لما تيجي على موية زمزم يمكن الخمسة لتر تأخذها بعشرة ريال. الله يبارك في زمزم. نعم الحمد لله، عالية يعني القيمة الغذائية منخفضة القيمة الشرائية. ما في شك يعني تعتبر هي. أنا لو طبعا أنا لو أقدر أشرب مية زمزم يوميا شربتها، بس إنه إحنا مشكلتنا
موية زمزم أنه لازم تحصل عليها من المصنع أو المطار اللي يمكن مطار جدة أو مطار المدينة. يمكن هذه الثلاث مصادر هي المصادر المضمونة. يمكن مؤخرا يعني مشكورين مصنع زمزم سمحوا لبعض السوبر ماركت الكبيرة أنهم يوردون لهم يعني كذا سوبر ماركت اللي موجودين في السوق المشهورة ممكن تحصل عنده موية زمزم، هذه تعتبر مضمونة. ولو أحد استطاع أنه يشرب موية زمزم يوميا أنت تقول له اشرب. نعم أنا مع طبعا إذا ما عنده أي مشاكل صحية، بمعنى في ناس المفروض أنه ما يأخذ الأملاح هذه بنسب عالية، فبالتالي أنا أتكلم على الأشخاص الأصحاء فقط، تعتبر مياه صحية. الشيء الثاني المفروض أنك تضمن أنها خالية من الغش، يعني المفروض أنك ما تأخذها من الناس اللي في الجوالة، الناس اللي في الشوارع، هذه مو مضمونة لأنه قد تكون ملعوفية أو قد تكون تعرضت للشمس. جميل المهندس وليد، والله أفدتنا جدا، واحد من الحوارات الثمينة اللي فعليا نحتاجها، وأتمنى أنك تقبل أنه نمد معك أكثر من حوار سواء الله. حول الماء أو بقية الأغنية. شكرا جزيلا لك لحضورك معنا. شكرا للمهندس وليد، معلومات كثير مفاجئة جيدة وجميلة، مهم جدا معرفتها. أعتقد أنها واحدة من الفقرات اللي نحتاج أنه نستمع لها ونرجع ونشاهدها ونستفيد من معلوماتها أكثر من مرة. شكرا المهندس وليد وكل من تابع هذه الفقرة. بعد الفاصل نلتقيكم مع الهيئة العامة للنقل، خلوكم قريب. حياكم الله مجددا في أهل. الهيئة العامة للنقل في 1/1/2024 بدأت بتطبيق فكرة نقاط قياس الخدمة على كافة منشآت تأجير السيارات، تريد من خلالها أنها تقيس مدى جودة الخدمة، وبالتالي بعد هذا القياس تبدأ في تصنيف المنشآت هذه. طيب التصنيف شو؟ هذا اللي راح نعرفه. التصنيف متى راح يبدأ؟ من 1/1/2025. إيش التفاصيل؟ إيش صار خلال هذا العام أو الأشهر الماضية؟ إيش اللي راح يصير من 1/1/2025 في قطاع تأجير السيارات؟ هذا اللي نحتاج أنه نعرفه مع الأستاذ صالح الزويد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل اللي ينضم إلي عبر الهاتف الآن. أستاذ صالح مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة. مرحبا فيك أخي مفرح وفي جميع السادة المشاهدين، وأتشرف تواجدي معكم الخليجية. الشرف لنا والشكر لكم حقيقة على تجاوبكم الدائم، وهذه كلمة حق وعدل وإنصاف بصراحة لازم نقولها. تجاوب الهيئة العامة للنقل مع كل طلبات البرنامج ورغباتنا في الظهور والتوضيح والشرح للجمهور في غاية الكمال والجمال، فمن حقهم علينا من حقهم علينا أن نشكرهم دائما. أستاذ صالح، خلنا في البداية إذا سمحت لي نشرح للناس بس إيش اللي صار من 1/1/2024 وإيش المقصود بنقاط قياس الخدمة. أول شيء إذا تسمح لي أنا ودي أرجع بالزمن وراء إلى 2021 ولما تشرفت بصوافتكم في رسالة خليجية وتكلمنا عن قطاع تأجير السيارات والتحديات اللي كانت موجودة في ذلك الوقت، وكانت مثلا سندات لأمر أو مثلا تسليم سيارات غير نظيفة أو حتى إخلال في بعض عقود تأجير السيارات واختلاف في هذه العقود. مرينا برحلة طويلة من عملية التحسين. اليوم كل هذا الكلام كان أصبح من الماضي. عقود تأجير السيارات الإلكترونية أصبحت مثال جيد للشفافية بين المؤجر والمستأجر، يضمن المستأجر من خلال هذه العقود استلام سيارات نظيفة، جميع التزامات وحقوقها واضحة بهذا العقد. المؤجر أيضا يضمن من خلال هذا العقد الإلكتروني أنه سلم سيارة لشخص بياناته موثقة، أيضا يضمن من خلال عقد من خلال هذا العقد وثقة هذا العقد أنه جميع الحقوق والالتزامات موثقة لأن هذا العقد كانت تنفيذي. فتجاوزنا مرحلة تنظيم القطاع إلى مرحلة تحسين القطاع. اليوم كيف نقدم خدمة متميزة، خدمة ذات جودة عالية للمستفيدين. قطاع تأجير السيارات لا يخفى عليك يخدم جميع الفئات من المواطنين، مستفيدين، سياح، زوار، يستفيد منه عشرات الآلاف. يمكن خلال النصف الأول من عام 2024 شهدنا نسبة نمو بهذا القطاع بنسبة 28% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. تجاوزنا 1,600,000 عقد خلال 6 شهور اللي هو بداية 2024.
بمعدل 14,000 عقد يومي. معليش نعيد عدد العقود من بداية 2024 كم وصلت؟ اليوم من بداية 2024 تجاوزنا أكثر من 1,600,000 عقد خلال النصف الأول من هذا العام. إذا قلنا عقد معناته أكثر من 2,000,000 مرة تأجير لسيارات. صحيح عملية طيب. تأجير يعني اليوم النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول في عام 2023 نسبة النمو القطاع 28%، كانت العقود 1,600,000، نتكلم بمعدل 14,000 عملية تأجير يوميا. أيضا عدد السيارات المتاحة للتأجير في 2021 كانت 111,000 سيارة، اليوم تجاوزت 310,000 سيارة متاحة للتأجير في أكثر من 3,300 مكتب تأجير في المملكة. فاليوم انتقلنا من مرحلة تنظيم القطاع وتوفير خدمة متاحة للناس إلى مرحلة لا تحسين هذه الخدمة، رفع جودة الخدمة المتاحة له. سابقا كانت مكاتب تأجير السيارات تصنف على حسب حجم الأسطول المتاح لديها من السيارات، فئة ألف، فئة باء، جيم، دال، هاء، بناء على أسطول السيارات، وفئة هاء خاصة سيارات الفارهة. اليوم نقاط قياس الخدمة هو مرحلة جديدة في تنظيم قطاع تأجير السيارات، انتقلنا منها من عدد الأسطول فقط إلى 4 نقاط رئيسية نستطيع من خلالها تصنيف هذه المنشأة. وتتكلم عن المنشأة، منشأة التأجير اللي هو مكتب التأجير، هذا معيار رقم 1، وبجي لك تفصيل في كل معيار وش ممكن نقيس فيه. رقم 1 المنشأة، رقم 2 المركبة وحجم الأسطول، رقم 3 المستفيد، رقم 4 المخالفات والشكاوى. فبدل ما كان عندنا فقط معيار واحد هو أسطول السيارات، اليوم عندنا 4 معايير رئيسية نقيس من خلالها تصنيف هذا المكتب ودرجة تقدمه. المنشأة مثلا نقيس من خلال مثلا التشارج الجغرافي لهذه المنشأة، هل هي متوفرة في منطقة واحدة أو مناطق المملكة؟ هل متوفر مكتب واحد أو مكاتب مختلفة؟ أيضا هل يوفر هذا المكتب خدمات تأجير على مواقع إلكترونية سواء موقع خاص فيه أو مواقع عالمية؟ هل هناك خدمة عملاء، ساعات العمل، وسائل النقل، استلام السيارة وتسليمها في منطقة أخرى؟ هذه معايير تفصيلية لمعيار المنشأة. لو ننتقل إلى معيار الثاني اللي هو معيار المركبات، حداثة الأسطول، هل الأسطول لهذه المنشأة حديث أو خلال الخمس سنوات اللي سنة الصنع اللي العمر التشغيلي لمكاتب التأجير، هل معظم أسطول حديث أو أقل من ذلك؟ فئات الأسطول، هل لديه سيارات متنوعة من ناحية الفئات الاقتصادية متوسطة وفارهة؟ أيضا توفر خدمات التأمين، تأجير بالوقود مثلا الممتلئ، والخدمات الإضافية توفر مثلا كراسي الأطفال وغيرها من الخدمات المضافة لهذا المكتب. المعيار الثالث للمستفيد، مدى رضا المستفيد من خدمات التأجير، سرعة إنهاء الإجراءات، مدى رضا عن التعامل، سلامة الهيكل العام للمركبة. الأخير، المعيار الأخير اللي هي الشكاوى والمخالفات، عدد الشكاوى اللي وردت للهيئة عن هذه المنشأة، عدد المخالفات اللي تم رصدها على هذه المنشأة. لاحظوا اليوم دخلنا في مرحلة تحسين كبيرة لهذا القطاع بهدف الوصول إلى نموذج مثالي وقطاع متكامل. صراحة نلمس تكامل وشراكة كبيرة بين الجهات ذات العلاقة سواء حكومية أو قطاع خاص، أيضا المستثمرين والشركاء في القطاع الخاص عندهم استعداد تام لتقديم خدمات مضافة للمستفيدين، وإن شاء الله نرى أثر هذه الأشياء في المستقبل. السؤال المهم هنا أستاذ صالح، أنه كيف قستم هذه الأشياء؟ جولات رقابية، عندكم آلية معينة تعتمدون على شكاوى الناس وبلاغاتهم، كيف بالضبط تم القياس؟ يمكن الميزة الكبيرة في هذا القطاع هو عدد المستفيدين فيه. اليوم أي مستفيد من خدمات تأجير السيارات يصل رابط لتقييم مستوى الخدمة المقدمة لهذه المركبة، هذا واحد. اثنين، عندنا ورش عمل ولقاءات مع القطاع الخاص، عندنا نستمع لوجهات النظر من الجهات الحكومية. اليوم هذا القطاع يلمس فئات مختلفة من المجتمع، أي فكرة تريدنا من هذه الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو حتى من المستفيدين ندرسها باهتمام وعناية، وأيضا نقارنها بالتجارب العالمية. الهدف أنه نصل لقطاع ناضج يقدم خدمات متميزة للمستفيدين. جميل، باقي لي موضوع التصنيف كيف راح تصنف، إذا تسمح لي أخذ فاصل وارجع أكمل معك. فاصل، مكملين مع الأستاذ صالح.
حياكم الله في الجزء الأخير من يا هلا. ضيف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل الأستاذ صالح الزويد، أرحب فيك مجددا أستاذ صالح. بعد ما عرفنا القياس ونقاط القياس، الآن بدءا من 1/1/2025 إيش التصنيف اللي راح يصير للمنشآت بناء على القياسات والنتائج؟ طبعا نتكلم عن قطاع تأجير السيارات، تفضل. تأجير اليوم بداية من 2025 سيتم تصنيف منشآت تأجير السيارات وفق المعايير اللي تكلمنا فيها، وبيكون مثل ما 5 نجوم 4 نجوم 3 نجوم ونجمتين، وهذا التصنيف بيكون آلي عبر المعايير اللي تكلمنا فيها، وأيضا التصنيف الداخلي وفق كل معيار من هذه المعايير. الهدف اليوم أكثر من عملية تصنيف أنه فعلا المستفيد يلمس خدمة مضافة وتجربة متميزة يأخذها من قطاع تأجير السيارات. يعني عفوا أستاذ صالح، بيصير عندنا الآن في تأجير السيارات زي تصنيف الفنادق، أنه عندنا هذا المحل 5 نجوم وأربع نجوم تصنيف رسمي، تصنيف سواء كان 5 نجوم 4 نجوم أو ألف وباء أو جيم ودال. اليوم الهدف من هذا التصنيف تحويله من عدد أسطول سيارات فقط 3000 سيارة وأعلى، 1000 سيارة وأعلى، 2000 سيارة وأعلى، إلى لا معايير. هذه المعايير مثل ما تكلمنا فيها مقسمة على خصائص معينة وسوقات إلكترونيا من خلال المنشآت، بحيث أنه نقدم للمستفيد النهائي تجربة مختلفة ويعرف عن طريقها هذه الشركات مكاتب التأجير في فئة ألف، هذه الفئات في فئة باء وهكذا. لا بس إذا تسمح لي، إيش هيكون اسم التصنيف؟ فئة ألف وباء ولا 5 نجوم وأربع نجوم؟ فئة ألف باء جيم دالها. طيب فئة ألف اللي هي تعادل إيش؟ 5 نجوم. حلو، وباء اللي بتكون أعلى. أيه؟ وفئة باء أقل 4 نجوم، وفئة جيم 3 نجوم، وهكذا، بحيث أنه إلى كم ألف باء جيم جيم دالها دالها ها أقل شيء. صحيح. طيب وألف أعلى شيء. صحيح. طيب هذا التقسيم حتتغير عليه بناء عليه الأسعار ولا لا؟ اليوم ذكرت لك أنه في 3300 مكتب منتشر في مختلف أنحاء المملكة يقدمون خدماتهم لمختلف أنواع السيارات، فئات السيارات المختلفة، وأحد المعايير اليوم المستخدمة في المركبات اللي هي تعدد فئات الأسطول. فنفترض اليوم مع وجود مكاتب مختلفة وفئات مختلفة، وجود خيارات أسعار مختلفة ومناسبة لجميع الفئات. لا هو خوف المستهلكين إيش؟ إنه إذا صنفنا هذا المحل فئة A بناء على خدماته، إنه يقوم بناء على التصنيف يرفع الأسعار أكثر. في ضابط لهذا الموضوع؟ اليوم السوق بالنسبة للأسعار السوق تنافسي، سوق اقتصادي مفتوح، كل الشركات تقدم خدماتها وخيارات أسعارها بناء على الفئات الأسطول اللي عندها. ما نلزم فيه الهيئة العامة للنقل هو أن يوضح مكتب تأجير السيارات الفئات المتوفرة لديه، وأيضا الأسعار لكل فئة من هذه الفئات بشكل واضح للعميل. ولكن مثل ما ذكرت لك في 3300 مكتب متاح في المملكة كلها تقدم خيارات تأجير مختلفة، وأنتم تلزمون بتوضيح الأسعار. صحيح، نلزم بتوضيح الأسعار. نلزم بتقديم خدمة للمستفيد إذا وفر 3 اشتراطات رئيسية، وفر هوية سارية المفعول، وفر أيضا رخصة قيادة سارية المفعول، وأيضا انطبقت عليه شروط تغطية تأمينية. متى موفر 3 شروط يجب على مكتب تأجير السيارات تقديم الخدمة له وعدم الامتناع عن تقديم الخدمة. والله لحظة، هذه نقطة مهمة. يعني اليوم إذا 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 أعطاهم الهوية وأعطاهم رخصة القيادة، والثالثة وش عفوا؟ وانطبقت عليه شروط التغطية التأمينية، ما يحق للمكتب أنه يقول لا ما راح أأجر منك، إلزاما يأجر منه. صحيح، بمعنى أنه جميع مكاتب تأجير السيارات ملزمة بتقديم الخدمات للمستفيدين متى ما وفر 3 اشتراطات الرئيسية المذكورة في لائحة تنظيم النشاط، اللي هي رخصة سارية المفعول وهوية سارية المفعول، وأيضا ينطبق عليه شروط التغطية التأمينية. وش شروط التغطية التأمينية؟ مثل إيش؟ اليوم التأمين هل تأمين شامل أو تأمين على الغير؟ في بعض الاشتراطات المرتبطة بالعمر، ولكن إجمالا لا يستطيع مكتب تأجير السيارات الامتناع عن تقديم الخدمة عن أي مستفيد مهما كان، سواء عمره أو جنسه أو جنسيته وغيره. معلش أستاذ صالح، كيف مرتبطة بالعمر؟ كيف يعني في عمر معين يلزم أنه يأمن شامل؟ لا، ها اليوم على اختيار اشتراء على اختياره
الاختيار المستفيد لنوع التأمين. هناك بعض الاشتراطات في قطاع التأمين ترتبط بالعمر، ولكن اليوم إجمالا مكتب التأجير ملزم بتقديم الخدمة مهما كان عمر هذا الشخص. حلو. طيب يعني هل حدث أنه مثلا في مكاتب تأجير امتنعت عن التأجير لسبب أو آخر أصلا؟ تصلنا بعض الشكاوى من بعض المستفيدين عن امتناع بعض المكاتب التأجير لأي سبب إن كان، وبعد تواصل مع يستطيع المستفيد يتواصل مع الهيئة العامة للنقل عن طريق الرقم الموحد، وبعد التواصل مع المكتب يجب على هذا المكتب تقديم الخدمة للمستفيد. طيب. أخيرا أستاذ صالح قبل ما أودعك، اليوم اللي جالسين يسمعونا من المتعاملين مع مكاتب التأجير، لو أحد عنده شكوى، عنده معاملة معينة، عنده قضية، عنده موضوع صار مع مكتب وما انحل، أو شكوى جديدة، لمين يوجهها وكيف يوجهها؟ اليوم خيارة التواصل مع الهيئة العامة للنقل متعددة وعديدة، سواء من خلال اتصال عن طريق الرقم الموحد 1-99-29 ولتستقبل شكاوى لكل قطاعات النقل، سواء توصيل الطرود، توصيل الطلبات، أو حتى تأجير السيارات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للهيئة. أستاذ صالح الزويد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. شكرا للأستاذ صالح الزويد. مثل ما قلت في المقدمة أقول في الخدام أنه تجاوب الهيئة العامة للنقل، والحقيقة أنه تجاوب وزارة النقل والخدمات اللوجستية إجمالا مع دعوات البرنامج في غاية الجمال، ودائما وأبدا نحن نوجه لهم كثير من الشكر والتحية والتقدير، لأن هذا غاية ما نرجوه في البرنامج، أنه نمد هذا الجسر التواصلي ما بين الجهة الإعلامية والجهة المسؤولة. الشكر الأكبر لكل من تابع هذه الحلقة من يا هلا، غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. تصبحون على خير.